نبدأ حالا في ازاي نعمل الخامة بتاعت الجلاس. يمكن خامة الجلاس من الخامات السهلة وصعبة، هي سهلة لو انت عارف الفاينل لوك هيبقى شكله عامل ازاي، وصعبة لو انت شغال من دماغك. انا اللي انا عايز اعمله، عايز اعمل خامة ازاز. الازاز ده عليه زي ما انت شفته في الصور اللي على الفيس بتاعت ذا لوست، مش نظيف، تمام. فانا عايز اعمل مالتي ليفل ديرت، تمام. الاول تعالوا نشوف الازاز نفسه وبعدين نتكلم على المالتي ليفلز. تعالوا نروح لشيدر ارنولد شيدر، وهحط ده هسميه الجلاس، تمام. وهقوم رايح موديه على طول للبوتل. طبعا انتوا عارفين فايده التاج ده اني بشيل اوبيك، تمام. بس هو ده الفايدة. عايز بس اتأكد ان الاضاءات بتاعتي كلها تمام، الدنيا كلها زي الفل، تمام. كده حطينا ده هنا، دبل كليك ونفتح ده، نقفل بقى اللي ورا ده، تمام. ونجيب ده كده شويتين، جميل. اول حاجة انا ممكن ببساطة طبعا الت تاب وهكتب ستاندرد واحط ستاندرد سيرفس. هو ده العادي، يعني ستاندرد سيرفس عادي جدا ان انا بحط ده وبخلي الكالر هخليه قليل شوية، بما اني مش عاق بما اني بعمل جلاس تكستشر، فانا هقفل الديفيوز خالص وهروح هنا للريفراكشن، وفي الويت هقوم رافع الويت بالشكل ده كده. اي او ار طبعا هيبقى بوينت مثلا 66 ولا حاجه، او بوينت 33 لو انت بتتكلم كفيزيكالي اكيوريت تكستشر. والسبيكلر طبعا انا مش عايز روفنس خالص في السبيكلر، لكن اكيد انا عايز سبيكلر اماونت، تمام، بالشكل ده تقريبا كده. والله اعلم ان عندي انا السكوبس سكاي عاليه عاليه قوي، تمام. فدي الخامه المبدئيه للجلاس. طبعا الويت ده ممكن يقل سنه بحيث ما يبقاش شفاف قوي، يعني خلاص في واحد يقوم عامله واحد، بس واحد دي قيمه مش صح على فكره، تمام. فهنخليه كده. في حاجه مهمه جدا في السبيكلر ان انا اقول له فرنل، واقول له فرنل يوزنج اي او ار، تمام. لان لو سبت من غير فرنل هتبقى مشكله، او مش مشكله، لازم اكونترول بايمج لو هسيبه من غير فرنل. فانا هرفع كده السبيكلر، تمام، وبكده اكون خدت التكتشر بشكل كويس. هنا نرفع دي كمان شويه، وكده خلصنا من الازاز العادي. عايز الونه مفيش مشكلة، لو انا رحت هنا للكلر خلي بالك ان في فرق جامد هيحصل. لو انا مثلا خدت ده كده، لو انت خدت بالك بقى الريفراكشن كلر ما بياخدش في اعتباره الحتة السميكة، المفروض دي تبقى لونها اغمق، تمام. ده ما بياخدهاش في اعتباره، اللي بياخدها الترانسميتنس. حتى الترانسميتنس كمان هنا مش بيشتغل بالدرجة اللي هي، يعني لو شفنا بالشكل ده كده، تمام، هو اشتغل هنا شويه حاسس ان ده سمكه كبير. لو حتى احنا رجعنا دي وايت، تمام، عشان تشوفوها اكتر كمان، خليها كده اهو. بس انا عايز هنا يبقى اقوى، عايزه يبقى اقوى من كده كمان، تمام. ما عنديش بقى انا اي كنترول خالص، ما عنديش ان انا ازوده وما عنديش الكلام ده هنا. فكبيزك جلاس فدي تمام، لكن انا عايز كنترول كمان على الجلاس اكتر من كده. برضو هنرجع نقول ان ال AL shaders نعمة بصراحة، فانا هقول له AL surface، تمام، Alt دي فوق دي، وهم قايل له replace، تمام. diffuse هخليها زيرو، في حد بيخليها بلاك، تمام.
دي بقى الواحد بتاعها فيزيكالي اكيوريت 50 مره عن بتاعه الارنولد. تمام، هسيبها واحد. الروفنس، انا واحد من الناس مؤمن ان مفيش سطح في الدنيا زيرو روفنس، لازم يكون فيه ولو نسبه بسيطه حتى لو ازاز. تمام، ممكن حتى اخليه 2%، مفيش ريفليكشن بالمنظر ده، مفيش حاجه بالنظافه دي كده، سي جي صرف. يعني لو احنا عملنا دي 100 يعني ناقص الازازه تنطق تقول انا معموله كمبيوتر، كمبيوتر جنريتد يعني. تمام، لكن لازم بيكون في مقدار روفنس، لازم يكون في مقدار من البلارنس، والا فعلا الحاجه هتطلع مش منطقيه. الناس تقول انا محبكها، ماشي والله يا عم، لو عجبك التحبيك اللي انا بحبكه خده، ما عجبكش خلاص اشتغل من دماغك. تمام ماشي، بس هو انا ده اسلوب شغلي. ده بالنسبه للسبيكولر. فرنيل هو الراجل نازل جاهز وتمام، اي او ار 1.4، عايز تزود الفرنيل اكتر من كده تمام، عايز تقلل الريفليكشن اكتر اقل من كده تمام، وانا هقلله فعلا لان هو كده كده هيجي من الترانسميشن، هيجي سبيكولرز. تمام، خلصنا من ده، نفتح ترانسميشن. هنا في كلام. طيب السترينجز هاتها كده، تمام. طبعا في فرق جامد كمان، 1.66 تمام. روفنس هنعملها بس مش حالا بقى. جميل، مش عارف 1.66 افتكر كده اظرف. تعالوا بقى بصوا كده إيه. طب الترانسميشن هنا اسمه ايه؟ هنا اسمه اتينيويشن. لو احنا رحنا هنا كده وقمت جاي عامل ده مثلا كده، نفس الحركه خلاص. بس بصوا بقى، انا عندي كنترول على مين؟ على الدنسيتي. لو انا قلت له الدنسيتي مثلا ب3، شفته عايز ازوده اقلله، فزي ما انا عايز. تمام، براحتي. السكاترنج ده، دي حاجه بنسميها اقول لكم اسمها ايه، عارفين اسمها اي بي بي اس، او الاي بي بي، اللي هي شفت شغل المنشور لما الضوء بيخبط في نقطه مطر مثلا، تيجي مصورها بالكاميرا تلاقي الوان الدنيا كلها في النقطه دي، في القطره دي. فانا ممكن انا اقول له مثلا 0.001 او 0.005 عشان تشوفوها، ولو انه هبل لو انا عملت دي هنلاقيها بالشكل ده. الضوء بيحصل له سكاترنج جوه السيرفس نفسه، تمام، فبيتحول لالوان تانية. فانا مش هنخش في القيمه دي، لكن انا يهمني حاجه زي كده لو انا 20 مثلا. بالمناسبه القيمه دي على حسب الموديل بتاعك، حسب حجمه، حسب سمكه، تمام، يعني ما تخبطهاش كده وخلاص. يعني هنا دي من هنا كده في جيومتري اكتر من دي، زي ما انت شايف ادى هنا كلر وهنا ادى الكلر على خفيف، هنا مفيش تقريبا، هنا بدا يبقى فيه يدوب. فخلي بالنا من الحته دي. في هنا الدايركشن اللي هو اتجاه الكلر، بس مش هيفرق، مش هيفرق في حاجه هنا، لكن هيفرق لو في سكاترنج. على كل حال هي دي الكنترول بتاعها من هنا بتاع الترانسميشن، هي هنا اسمها اتينيويشن، والكنترول بتاعها من الدنسيتي ومن الكلر. طيب احنا كده عملنا بيزك جلاس خالص والدنيا جميله وظريفه. طب هو احنا ممكن نعمل مثلا الكلر ده يبقى في حته وبعد كده يتلاشى، او يبقى مثلا هنا مفيش كلر ويبقى على الجناب فيه؟ اه ممكن بماسك. لو احنا رحنا كده وحطينا مثلا اليوتيليتي، هرجع اقول اليوتيليتي من ضمن النودز القويه ان لم تكن في نظري اقوى نود في ارنولد. تمام، في اليوتيليتي نود هنا خلاص، انا ممكن ببساطه قوي اسيبها زي ما هي، وابدا اتحكم في هنا في الاسود ده، مش هيبقى فيه اتينيويشن، اما هنا فهيبقى فيه اتينيويشن. تمام، يعني انا دي هتحكم في الدنسيتي. تمام، فلو احنا جبنا هنا رامب فلوت، وممكن كلامب، بس رامب فلوت اظرف، انبوت
تمام، و خدت دي كده فاهو. ممكن والله اخلي دي كده وكنترول كليك هنا واطلع، بس انا عايز اعمل ريسيت الاول، فاطلع الابيض ده كده مثلا سنة، ودي كده، فاجيب الاسود من على الجناب كده سنة، تمام. طيب لو انا خدت النود دي ورحت موصل دي بقى هنا كده، وقمت واخد دي هنا، قمت حاططها للترانسميشن اتنيويشن دنسيتي سكيل، لو انا رحت للرامب فلوت وخدت اهو دي كده، كده عملت انفرت. تمام، لو رجعنا فين بقى، رجعنا هنا، لو نفتكر ان انا كنت عامل الدنسيتي القيمة بتاعتها الى حد ما كانت قليلة شوية، فانا عايز اعمل نفس الحركة اللي عملتها في المحاضرة اللي فاتت، ان انا اجيب كلامب، احطها هنا insert after، المينيمم هقول له 1، اما الماكسيمم فانا هقول له مثلا 30، او الافضل، ان انا اوصل دي تبقى بعد بالظبط بالظبط كده، تبقى بعد الرامب فلوت. فهو ده ان انا يعني عندي كنترول حلو قوي مع الايه السيرفس شيدر، لو انا عايز فعلا اعمل سيمبل بلس. في حاجه غير كده كمان، ان انا ممكن هقول له هاخد ايمج، تمام، ونجيب اي زخرفه اي حاجه، استنى بس لما دي تمام تظبط. فاكر ان انا عندي في الماسكس هنا لم شويه صوره بدوسه كتير، فيهم حاجات فيها زخرفه، فيهم ورود، فيهم حاجات بنت حلال يعني شكلها مش موجوده. لا بس انا فاكر، يعني مثلا انا عايز اكتب على، عايز اكتب مثلا حاجه زي دي على الازاز، تمام، او مفيش هنا رسمه، انا فاكر ان كان في رسمه رسوم، اي حاجه مثلا زي دي مثلا، تمام، وهقوم جاي عامل لها اوبن، واقوم قايل له يس. هاجي هنا، هاجي هنا كده، واقوم واخد دي حاططها على البيوتي، تمام تمام هنا بقى عايز دي تبقى فايل ودي تبقى فايل. هو معنى فايل ايه اللي انا عملتها دي؟ معنى فايل ان انا عايز اصغر دي شوية، ولتكن 0.2 مثلا، و الف الاوفست بتاعها كده، او خليها معنى فاين، انا مش عايز لها تايلنج من الاخر يعني، فاهم؟ في هنا سينز شكلها مش حلو، فايل بقى، هي فايل.
هو البروجيكشن بتاع الماتيريال دي ايه؟ ماشي. طيب الاوبجكت ده على فكره فيه مشاكل في اليو في بتاعه، مشاكل كتير كمان يعني. في مشاكل كتير في اليو في بتاعه، عشان كده هو عامل المشاكل دي. ايه ال تراي بلانر؟ تمام. وهناخد نفس التكستشر دي، هحطها هنا وهاخد التراي بلانر. هي بتنفع على فكرة في الحاجات اللي فيها ابستراكت زي ما احنا شايفين. هو ده الفريكونسي اللي انا عملتها، 2 مثلا، 3 اهو زي ما احنا شايفين يعني. ما عادش في السيمز، السيم الرخم اللي كان موجود المره اللي فاتت، اللي عملت بلند البلند سوفتنس ب 0.3 مثلا، فهيبقى البلند اكتر لو في اي سيمز ولا حاجه، هضمن انها متداريه. تمام. افتكر ايمج دي مش هحتاجها بقى في حاجه. اما دي فانا محتاج بس منها كمان ان انا احط رامب، رامب فلوت بعدها انسيرت افتر انبوت. هي الفكره بس ان انا عاوز اخلي الاسود ده اسود. تمام. وعايز اخلي الابيض ابيض. ماشي بالشكل ده كده. حلو. الماب دي هتحكم لي هنا السبيكولر روفنس، وهتحكم برضو نفس الماب هتحكم الترانسميشن روفنس. عملنا كده سامي، خلص ووريكوا الشكل.